أهلا بكم. صفقة مرتقبة هي الأكبر في تبادل الأسرى بين أطراف الصراع، التي توصلت هذه الأطراف إلى اتفاق يفرج عن 2240 أسيرا على أن يكون 1400 أسير حوثي مقابل 804 أسرى يتبعون الشرعية. في ظل اختفاء اسم محمد قحطان القيادي الأخواني البارز والذي لاقى استهجان حزب الإصلاح لذلك، في حين صرحت جماعة الحوثي أن هذه الصفقة ستشمل ناصر هادي شقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك الصبيحي، ولم تصرح أيضا بشأن محمد وعفاش صالح والإفراج عنهما. لماذا تذكر أسماء وتحجب أخرى؟ هل لرفضها الإفراج عنهم أم كورقة مقايضة وتبادل مقابل قياداتها في المراحل القادمة؟ ماذا عن تبادل قوائم الأسماء ومن له الأولوية؟ مع ضيوفي نتابع تفاصيل هذه الصفقة التي ستبدأ تبادل قوائم الأسماء اليوم بين الأطراف بعد متابعة هذا التقرير. تنتظر وسائل إعلام محلية ودولية الإعلان عن تبادل ملفات الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والذي بمقتضاها سيتم الإفراج عن 2232 أسيرا من الطرفين بمبادرة حوثية. وقد أعلن مسؤول الأسرى والمعتقلين التابع للحوثيين عن إمكانيتهم الإفراج عن 832 أسيرا من الطرف الآخر، بينهم 16 سعوديا وسودانيين، فيما أسماها اتفاقا خلال شهر مارس الجاري مقابل الإفراج عن 1400 حوثي تم أسرهم مؤخرا في مأرب وجبهات شبوة الثلاث. الحكومة اليمنية والأمم المتحدة من ناحيتهما أعلنتا أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، فيما أعلن الحوثيون عن قبولهم الإفراج عن ناصر منصور هادي شقيق رئيس الجمهورية، فيما لم يتم تضمين محمد قحطان القيادي في حزب الإصلاح، ولم يتم تضمين محمد بن محمد عبد الله صالح أو عفاش طارق. وبرغم النفي الحكومي والأممي، إلا أن الحوثيين قد زمنوا خطوة تبادل قوائم الأسرى الثلاثاء، وهو اليوم الذي ستنطلق فيه فعاليات مؤتمر الرياض الثاني الذي يجمع عددا كبيرا من النخب السياسية والمثقفين، والذي رفضت حضوره ميليشيات الحوثي. وكان الحوثيون قد أعلنوا عن مبادرة إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين في مبادرة عقب استهدافهم منشأة أرامكو في جدة، والذي رأها السياسيون أنها مبادرة مشروطة ومرهونة بالبنود السابقة القاضية بما يسميها الحوثيون فك الحصار وإيقاف الضربات الجوية، وقد تذيل بند الأسرى أسفل قائمة مبادرتهم. وذكر الحوثيون سابقا بأنهم بعيدا عن الأمم المتحدة قد عقدوا 60 صفقة تبادل أسرى، تبادلوا على إثرها ما يقارب 400 من أسراهم في العام 2021. وعلى خلفية صفقة التبادل المنتظرة تنفيذها، طالبت مراكز حقوقية أطراف الصراع في اليمن إلى انتهاز مناسبة شهر رمضان المبارك للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا بلا شرط أو قيد أو تعقيد، للتخفيف مما أسمته مأساة المجتمع اليمني وخلق بصيص أمل بمثل هكذا خطوة لإحلال السلام. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ورحب بكاتب السياسي عبد الله الدهمشي وأيضا الناطق باسم الزرانيق عبد الله العسيلي. أبدأ معك أستاذ عبد الله الدهمشي، هذه المبادرة إن صح التعبير هل هي أحادية من الحوثي أم جاءت نتيجة لتراكمات؟ هذه نوع من المناورة، فوجه المأساة اليمنية هو أن يظل الشعب اليمني مرهونا للقتل والتشريد والاعتقال والاختطاف والإخفاء قسرا، وبالتالي فإنه هذه الوقائع والمناورات على هامش المأساة الإنسانية اليمنيين تدل على الحقيقة التي تحاول أطراف الصراع الدامي والمدمر أن تغيبها، وهي غياب الدولة. فاليمني إما أن يكون أمام العدالة، وإما أن يكون حرا، إما أن يكون متمتعا بحقه في الحرية، وإما أن يكون متمتعا بحقه في العدل. أما أن حولوه إلى ضحية سلطانهم وبرودهم وبطشهم، فهذا شيء هو المأساة بعينها. ومع ذلك دعنا نقول لأولئك الذين سيتم الإفراج عنهم، مبارك عليكم الحرية التي نلتموها مؤخرا، وإن شاء الله لن يسقط حقكم فيما صدر من طيب يعني حريتكم. أفهم أستاذ عبد الله، يعني هذه الجماعة الآن من المعروف أنها تقوم بمقايضة عدد
الأسرى الموجودين يعني الذي يتبعه الشرعية الموجودين عندها بقيادات يعني موجودة في أسرى طبعا عند الشرعية، هل من مقايضة بهذا الشكل في هذه الصفقة حتى تقدم هذه الجماعة هذه المبادرة؟ هذه المقايضة يعني محاولة يعني بائسة لتجميل الوجه الحوثي القبيح الذي صادر حقوق هؤلاء طيلة سنوات الاعتقال والاختطاف وحرمهم من حقهم في الحرية أولا ومن حقهم في العدالة ثانيا، وبالتالي فإن هذه الجريمة مستمرة رغم ما يقوم به من مناورات. المشكلة ووجه المأساة الآخر هو أن الحكومة الشرعية أو ما تدعي هذه الشرعية تتماثل مع الحوثيين في مثل هذا الجرم والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان، فلا هي جرمت هؤلاء أمام العدالة ولا هي أطلقت ولا هي متعتهم بحقهم في الحرية والمواطنة. يا أخي ما تم مصادرته على اليمنيين هو أمران بهذه الصراعات الدامية والمدمرة والخاضعة للتجاذبات الخارجية، أولا المواطنة، فالمواطن اليمني لم يعد مواطن ناهيك عن الذين هم ليسوا معتقلين في السجون والدهاليز السرية المظلمة، أولئك معتقلين في بيوتهم بمصادرة مرحقهم في المضيفة والمرتبات وإلى آخره. نحن لا يجب أن نجزئ هذه المأساة الإنسانية ونخرج من بشاعتها الكاملة إلى جزئيات تلمع وجه القاتل وتصادر حق الضحية. يعني في هذا المفروض أنه الآن الشعب اليمني يستعيد حقه في المواطنة وما يترتب على هذه المواطنة من أمن وسلام واستقرار، ويستعيد حقه في الدولة التي تضمن حقوقه في الحرية وتضمن. طيب هذا إذا تحدثنا عن وجود يعني الدولتين ذات نظام تحت أو تحترم القوانين، لكن الآن لا نرى أي احترام بالنسبة لجماعة الحوثي وكذلك لفريق الشرعية. يعني دعني سأعود إليك أستاذ عبد الله الدهمشي، رحبتنا بالسيد عبد الله العسيدي. سيد عبد الله، يعني أهلا بك عبد الله، يعني هل من أولوية مثلا بالنسبة لكم أو لطرف الشرعية أو كذلك الحوثيين، هل من أولوية بالنسبة لخروج مثل هؤلاء الأسرى؟ نعم، أولا تحية لكم ولقناتكم الكريمة. نعم، ما يكره الشارع الآن هو أنها فقط انطلقت مبادرة ولكنها لم تنفذ إلى الآن. لا توجد هناك ضمانات تضمن وضغوطات كذلك دولية حتى نضمن أنها هذه المبادرة وهذه الاتفاقية أنها ستتم على أكمل وجه. المجتمع اليمني في فرحة تامة بمناسبة هذه الصفقة التي ستفرج عنها ميليشيا الحوثي أن أسرى من داخل سجونها، وفي المقابل هناك تخوف داخل أوساط المجتمع اليمني. التخوف الذي يخشاه المجتمع اليمني، ما هي الضمانات التي ستضمن لهؤلاء الأسرى إن أفرجت عنهم ميليشيا الحوثي بعدم اعتقالهم مرة أخرى؟ كل مرة نرى ونسمع أن ميليشيا الحوثي ستنفذ بنودات، ولكنها في حقيقة الأمر هي لا تنفذ أي بنود، هي فقط عندما تواجه ضغوطات دولية تقوم بمبادرات إنسانية وتقوم أنها وتلوح أنها ستسعى إلى السلام وأنها ستنفذ، ولكننا حقيقة والمجتمع اليمني أنه فقد الثقة الكاملة في ميليشيا الحوثي. نتمنى أن تتم هذه الصفقة وهذه المبادرة الإنسانية، خاصة ونحن داخلون في شهر رمضان المبارك، أن تتم فرحة الأمهات الذين التي فقدت فلذات أكبادها لسنوات في معتقلات ميليشيا الحوثي. لكن عبد الله، بالنسبة لقوائم القوائم بالأسماء والأولوية الموجودة لدى الأسرى، يعني كانت هناك معضلة في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بالنسبة للشرعية، لم تقدم كما يقال القوائم يعني بشكل مبكر. هل تتوقع بأن الآن الشرعية قامت بإعطاء هذه الجماعة أو الوسطاء القائمة بالنسبة للأسرى وكذلك جماعة الحوثي، خصوصا أن التبادل سيتم اليوم؟ نعم، من ستفرج عنهم حكومة الشرعية هم في الأساس هم مقاتلين من ميليشيا الحوثي، وهم سيحملون السلاح وسيعودون مجددا إلى الجبهات ونحن بانتظارهم سنواجه، ومن ستفرج عنهم ميليشيا الحوثي هم كلهم مواطنين أبرياء. فنتمنى أن تتم هذه الصفقة وأن تتم، وإن كانت هي الرابحة هي ميليشيا الحوثي هي الرابحة لأنها ستخرج مقاتليها، في المقابل سيخرج مواطنون. نحن قابلون ونحن مرحبون، والمجتمع اليمني كله مرحب بهذه المبادرة وهذه
هذا الاتفاق، ونتمنى أن تتم، وندعو كل القوى السياسية والعسكرية أن تعمل بجد لنجاح هذه الصفقة وإخراج الأبرياء المواطنين المعتقلين داخل معتقلات ميليشيا الحوثي. أخي الكريم، طيب أستاذ عبد الله الدهمشي، يعني ذكر العسيلي بأن لا توجد هناك ضمانات بملاحقة مثل هؤلاء بعد خروجهم، كذلك أنت ذكرت وأشرت إلى مصادرة حق هؤلاء طيل السنوات الماضية، هل من ضامن حقيقي ومراقب طبعا للوضع بعد خروجهم؟ أي ضامن؟ هؤلاء الحوثيون أمس وفي أب اعتقلوا داعية السلام والناشط الاجتماعي والمفكر والعالم الاجتماعي والأكاديمي حمود العودي ورفاقه في مدينة أب. يعني أنت على من نتحدث؟ نحن لا نريد أن نجزئ المأساة اليمنية إلى أجزاء ونرى بعض عوارضها ولا نرى المرض الحقيقي. المرض الحقيقي هو في هذه العصابة الطائفية العنصرية الاستعلائية التي مارست السطو المسلح على الدولة والمجتمع وحرمت المواطنين من كل حقوقهم بما في ذلك حقهم في الحياة في هذا الأمر. وبالتالي فإن أنا أمام تخاذل الشرعية التي لم ترتقي إلى مستوى هذه الشرعية وتجسد الدولة في أن الذين تعتقلهم أو من عصابات الحوثي في الجبهات هم عبارة عن متمردين خارجين عن دستور القوانين، وبالتالي ما أمامهم كمانيين القضاء فقط. وبالتالي فإن الشرعية وفرت للحوثيين الفرصة السانحة للهروب من جريمتها والاتجار بمآسي اليمنيين جزئيا، ومن ثم التلاعب بعقول الناس. نحن من حق هؤلاء الأسر الذين سوف يفرج عن أسرهم وعن معتقليهم وعن مختطفيهم وعن مخفيين قسرا، من حقهم أن يفرحوا وأن نفرح معهم وأن نتمنى طيب وأن نتطلع إلى ما هو أكثر. طالما أنت أشرت إلى الحكومة أستاذ عبد الله، معلش، يعني طالما أنت أشرت إلى الحكومة وتخاذل الحكومة، كيف نفهم يعني تصريح الحكومة وكذلك الأمم المتحدة الذي من المفترض أنها تكون وسيط يعني في هذه الصفقة، بأن هذا التصريح قال بأنه لا توجد هناك أي اتفاقات واضحة بالنسبة لتبادل أو هذه الصفقة؟ أي أخي، الأمم المتحدة بمثل هذه الصفقات يعني فيها يعني الحوثيون، وكما أشار تقريركم إلى أنهم أبرموا 60 اتفاق لتبادل معتقلين وأسرى خارج نطاق الأمم المتحدة يعني في ذلك. وبالتالي كل مبعوث أممي يحاول أن يجمل نفسه بشيء من هذه الفرقعات الإعلامية التي تتجاهل حقيقة المأساة وتتصرف في ذلك. نحن أنا شخصيا وبهذه اللحظة لا أقلل من عظمة أن يتمتع يمني واحد فقط وليس بمئات اليمنيين بحقهم في الحرية، ولكن هؤلاء حتى وإن خرجوا فإنهم أصحاب حق في العدالة. ما الذي يعني ومساءلة ومحاكمة المجرمين الذين اعتدوا على حقهم في الحرية وسجنوهم طوال هذه السنوات وتعرضوا فيها إلى الحرمان والتجويع والتعذيب، وتعرضت أسرهم إلى الحرمان أيضا وإلى الترويع والتخويف وإلى الابتزاز وكل تلك المسائل. طيب أستاذ عبد الله، يعني فرضا لو الحكومة يعني قامت بمثل هذه المبادرة أو تطلق هي المبادرات للسلام أو لملف الأسرى، هل ستستجيب هذه الجماعة لمثل هذه المبادرات كما نرى الاستجابة يعني الكاملة بالنسبة لمبادرة الحوثي؟ لا يستجيبوا. يعني الحوثي دائما يقدم مبادرات ويثبت يعني سواء على سياسية أو عسكرية أو حاجات ليثبت أنه هو الماسك لزمام المبادرة وأن الشرعية وهي أيضا قد مكنته من ذلك فاقدة للمبادرة وأنها فاقدة للقرار واتخاذ المبادرة. يعني هذه من ضمن المناورات السياسية التي يلعب عليها إعلاميا من أجل التضليل وتزويف الوعي الجميع بحقيقة المأساة. لكن دعني أقول لك يعني أن الحكومة الجريمة والأساسية أنها لم تعمل تحت مرجعية الدستور وقوانينه النافذة في التعامل مع أولئك الذين ألقت عليهم القبض وهم يقاتلون دولتهم وشرعيتهم ويتمردون على دستورهم وإجماعهم الوطني. لم تتعامل بمثل هذا القانون وأتاحت الفرصة إلى أن يكون هنالك أسرى وأسرى مضادين، وتحول الشعب اليمني كله إلى أسرى عند الطرف الذي يملك السلاح. يعني في هذه هي وجه المأساة الحقيقية التي ضيعت الدولة وضيعت حق المواطنة في الأمن والاستقرار. نعم. وفي الحرية والعدل.
طيب سيد عسيلي، يعني هل تتوقع بأن هذه الصفقة ستتم قبل حلول شهر رمضان المبارك، أم أن هناك توقيت أو تزميل لمثل هذه الصفقة؟ نعم، كما ذكرت لك أنه هناك ترحيب واسع من قبل المجتمع اليمني ومن قبل بقية الأطراف، ونتمنى ألا تستغل هذه الصفقة وهذه المبادرة التي سعت إليها البعثة الأممية. منذ 2018 أدخلتنا حكومة الشرعية في اتفاق السويد ومارست علينا ميليشيا حوثية جرائم عدة، وكان في تقاعس من حكومة الشرعية وتخاذل، وارتكبت الميليشيا الحوثية جرائم عدة، وبعدها كان هناك صفقة خرج على إثرها بعض الأسرى وبعض المعتقلين من ميليشيا الحوثي، لكنهم خرجوا وهم بعضهم يحملون إعاقة دائمة. هنا ما بعد خروج هؤلاء، هل سيوجد لهم ضمانات بعدم اعتقالهم مرة أخرى ودخولهم للسجن مرة أخرى؟ وهل ستكون منظمة حقوقية بجانبهم ستنظر إلى معاناتهم وما تعرضوا له داخل من يضمن برأيك يعني من مثلا إذا كنتم بالمطالبة من تطالبوا؟ نعم، هذه تتحملها حكومة الشرعية، يجب أن تتواجد المنظمات الحقوقية والإنسانية وتستمر هذه الصفقة والمبادلة بدون أي مقايضة. فهؤلاء في الأول والأخير هي بادرة إنسانية رحمة لكل الأمهات التي آنت من فقدان أبنائهم لسنوات، ونتمنى من المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تتواجد بهذه الصفقة وأن تنظر في هذا الملف بجانب إنساني. منذ مطلع 2018 صراحة والبيئة الأممية داخل مدينة الحديدة وكذلك المجتمع الدولي لم نرى منهم أي تحرك جاد تجاه تلك الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي طيلة هذه الفترة أخيرا. طيب سيد دهمشي، يعني لماذا اسم محمد قحطان لم يشمل طبعا كما ذكر ناصر هادي وكذلك الصبيحي، وكذلك إذا قامت بإغفال يعني أو لم تتحدث ولم تصرح هذه الجماعة بالنسبة لمحمد وعفاش صالح؟ هو يعني من ضمن أوجه المأساة التي تجسد حتى في هذا الملمح الإنساني اللي هو التعامل مع الذين صدرت حقوقهم في الحرية وفي العدالة، إنه إكسابها بعدا مناطقيا أيضا يعني في هذا، وبالتالي كأنه محمد قحطان المواطن الذي هو من العدين يعني يمثل درجة ثانية وليس من أولئك الدرجات التي يبادر إلى الاهتمام بأمرها وشأنها. يعني هذا من ضمن الأوجه المأساة القبيحة، يعني من ضمن قباحة الاستعلاء العنصرية التي أيضا تجد لها دعما ورافدا وسندا من تحالف الشرعية المنغمس معها في التجاذبات الطائفية والارتهانات الخارجية يعني في هذا الأمر. وبالتالي نحن أمام موضع مأساوي كما سبق وقلت. يعني طيب يعني برأيك أستاذ عبد الله، يعني هل تقوم يعني كل مرة كالتطعيم يعني تطعم بشخصية أو قيادة معينة تتبع الشرعية حتى تقوم بإخراج مقاتلها من هذه من 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 الأسر؟ يعني هل تتوقع بهذه الأسماء المتبقية أن تقايد بأسماء أو قيادات في المراحل القادمة؟ أي هنالك يعني قيادات من الجانبين، يعني لدى الحوثيين قيادات لدى الشرعية يعني هي كبيرة يعني ولدى الشرعية أيضا قيادات كبيرة يعني في من الحوثيين يعني، وبالتالي فإن هذه المقايضات بالقيادات الكبيرة وغيره هو نوع من الذي يتماهى مع منطق الحوثي الاستعلائي العنصري، أنه في ناس سادة وفي ناس عبيد يعني، وبالتالي هذه وجه المأساة أن الطرفان يشاركان في إلغاء المواطنة اليمنية وما ترتب عليها من حقوق سياسية، سواء كان هذا الحق في الحرية أو كان هذا الحق في العدل يعني في ذلك. هذه هي جوهر المأساة التي أيضا يعني مهما كان فإننا أمام طرحة جزئية لأهالي وأسر هؤلاء الذين سينعمون إذا صدق هؤلاء في الإفراج عن المعتقلين عن هذه القائمة، فإننا نهنئ ونبارك لهم ونفرح معهم يعني في هذه الفرحة، لكن ذلك لن ينسينا الوجه الأساسي والحقيقي والبشع للمأساة الإنسانية والتي تعاملت كل الأطراف فيها على مصادرة حق المواطن اليمني طيب. السياسية والعدالية وحتى الحياتية يعني. طيب سيد عسيدي، يعني كيف نفهم دائما يعني بالنسبة للأعداد يعني ما بين أسرى
الحوثي لدى الشرعية وما بين أسرى الشرعية لدى الحوثي. أعداد الحوثي التي سيتم الإفراج عنهم أكبر من عدد أسرى الشرعية، كيف نفهم ذلك؟ نعم، يجب أولا على هناك ضغوطات دولية، الكل مقابل الكل، وألا يستغل كما ذكرت لك، ألا تستغل تبادل الأسرى لأسباب ولضغوطات ولأغراض قد تريدها ميشيل حوثي مثلا، وتفرج عن بعض من الأسماء وتترك بعض الأسماء، فهذا جانب إنساني وهذه بادرة إنسانية، فكل من هو داخل معتقل ميليشيا الحوثي له أمة تنتظره، سواء كان قيادي أو حتى شقيق رئيس أو حتى كان من كان، فهذا جانب إنساني لا يتدخل، ويجب أن تنفذ هذه المبادرة كبادرة حسنية. ما نراه الآن، ما نقرأه في الشارع، هو أن ميليشيا الحوثي قامت بهذا البادرة فقط عندما بعد أن استهدفت أرامكو ورأت أن هناك ضغط دولي ورأت رد التحالف، فنحن نقرأ أنها أرادت أن تخلط الأوراق، ولكن يجب أن يتواجد الكل، ويجب على القوى السياسية والعسكرية أن تعمل بجد لنجاح هذه الصفقة، وإن كنا لا نثق في ميليشيا الحوثي فقد تملصت علينا كثيرا ونتنفذ من أي بنوداتها أي شيء. أوجه لك تحية طبعا عبد الله وسيدي ناطق باسم الزرانيق، وكذلك الكاتب السياسي عبد الله الدهمشي، شكرا جزيلا لكم على مشاركتي هذا المحور. فاصل قصير ونتابع تفاصيل المحور الثاني.